يا فاروق، اهلا بيك. كل التحية ليك زميلي العزيز أمير هشام، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا يا أمير، يعني مش هزيد على الكلام اللي أنت قلته، وزيارة الكابتن علي أبو جريشة وعماد سليمان حد بقيمة الكابتن علي أبو جريشة والكابتن عماد سليمان، أكيد هي تأكيد لأواصر العلاقة الوطيدة اللي دايما بتجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي. أكيد إحنا يعني كجماهير او كمحبين لكره القدم المصريه نتمنى ان شاء الله عوده سريعه وسعيده ان شاء الله لنادي الاسماعيلي، واحد من الانديه الجماهيريه والانديه المهمه في الكره المصريه. طبعا ده امر مهم. هل في اي تفاصيل خاصه بخصوص هذه الجلسه يا فاروق تم الاعلان عنها ولا لسه؟ حتى الان يا امير لم يتم الاعلان عن تفاصيل زياره الكابتن علي ابو جريشه وعماد سليمان سواء من النادي الاهلي او زي ما انت قلت من النادي الاسماعيلي، لكن وجودهم ان هم يكونوا متواجدين ومقابلتهم للكابتن سيد عبد الحفيظ ويتابعوا جزء من المران، اعتقد يا امير هي رساله مهمه جدا ان كره القدم دائما وابدا هي بتجمع، وان النادي الاهلي دائما وابدا هي واحد من الانديه اللي بيبقى حريص جدا على العلاقات مع كل الانديه. أكيد. امير مش النادي الاسماعيلي فقط طبعا. كل الانديه النادي الاهلي بيبقى حريص على تدعيم علاقاته مع كل الأندية طبعا، ده أمر مهم. طيب بخصوص الفرقة يا فاروق وآخر الاستعدادات والكواليس ما قبل مباراة الغد بإذن الله الهامة جدا أمام بيراميدز، إيه الجديد عندك؟ برضه يا امير هاخد من كلامك التركيز والثقه اللي عند لعيبه النادي الاهلي. طبعا انت عارف واحده من المباريات المهمه للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري الممتاز، اكيد مباراه بتفرض نفسها وتفرض اهميتها على اللاعبين وعلى مشوار النادي الاهلي، خاصه ان هي قبل سفر الفريق لكاس العالم للانديه ومواجهه فريق الدحيل القطري في افتتاح كاس العالم للانديه. البطوله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. انت عارف ان طبعا المباراه بيبقى ليها طبع اهميه، مباراه مهمه جدا، لكن عايز اقول لك نقطه مهمه جدا يا امير، انا لمسه من اللاعبين هو ده التركيز اللي دايما بيبقى موجود عند لعيبه النادي الاهلي، سواء بتلعب بيراميدز سواء بتلعب مقصه اسوان ايا كان الفريق او اي فريق انت بتلعبه سيراميكا اي الفرقه، هو التركيز واحد. المباراه ليها اهميه، اللعيبه طبعا مستر بيتسو موسيماني النهارده اجتمع مع اللاعبين قبل انطلاق المران، اجتماع يعني استمر لاكثر من ساعه، مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين على اهميه طبعا هذه اللقاء، خاصه ان انا عايز اسافر وانا زي ما انا على قمه بطوله الدوري محتفظ بقمتي على الصداره، اكيد مباراه ومشوار مهم جدا للنادي الاهلي عايز ان انا احقق فيها الثلاث نقاط. النهارده الراجل كان حريص ان هو يتكلم مع اللاعبين على اهميه هذه المباراه، طبعا كان في محاضره بالفيديو لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، الايقاف على يعني مواطن القوه والضعف فريق بيراميدز وطريقه اللعب اللي انا هلعب بيها. النهارده انطلق المران، يعني خلينا برضه اقول لك ان في بدايه المران كان احتفال اللاعبين يعني النهارده عيد ميلاد ميتشيل يانكون مدرب الحراس، وايضا محمد دهاني كان اللاعبين احتفلوا بيهم في ارض الملعب، طبعا بنهني ميتشيل يانكون ومحمد هاني. ثم انطلق المران، مستر بيتسو موسيماني يا امير حريص النهارده في المران ان يعني يغير شويه بعض الامور شويه في مش هنتطرق للنواحي الفنيه انت عارف، لكن في تركيز على بعض الامور الفنيه. انطلق المران مستر بيتسو موسيماني ادى بعض يعني شايف اختص بعض اللاعبين ببعض التعليمات، يعني شفت جلسه جمعت ما بينه في ارض الملعب وتعليمات بحضور الدكتور عمرو محب لمحمد شريف، بيدي لمحمد شريف بعض التعليمات يعني طالبها منه في المران النهارده وطالبها منه ان شاء الله في المباراه غدا. يعني نهى المران بتقسيمه بطول الملعب، يعني الوقت اللي انا بكلمك فيه امير كان مستر بيتسو موسيماني في اللحظات الاخيره من انهاء المران، الراجل بيحاول برضه ان هو ينوع ويشتغل على الكرات الثابته وافرض لها مساحه طويله في نهايه المران. طبعا اختتم المران زي ما قلت لك يا امير بتقسيمه ما بين فريقين بطول الملعب، كان حريص طبعا ان عايز اقول لك ان حاله الافاقه اللي على اللاعبين التركيز اللي عند اللاعبين، يعني ابشرك ان كل اللاعبين ان شاء الله جاهزين. بالمناسبه كان ليا كلام ايضا مع الدكتور احمد ابو عبله وقال لي سلبيه مسح جميع لاعبي النادي الاهلي باستثناء اكرم توفيق اللي هيغيب خلاص عن احداث اللقاء لايجابيه مسحه الكورونا. تمام. ايضا كان ليا كلام وعايز برضو ان انا ابشرك وابشر كل جماهير النادي الاهلي بخصوص اكرم توفيق. هو اللاعب يعني انا اللاعب الوحيد اللي عنده كورونا او ايجابيه مسحته صح، الباقي تمام كويسين والدنيا كويسه بالظبط يا امير. سلبيه مسحه جميع اللاعبين باستثناء اكرم توفيق اكرم بس. تمام اتفضل بقى في الخبر كنت هتقوله.
يعني يا امير بكلمك على وليد سليمان، وكان ليا كلام مع الدكتور احمد ابو عبله بيقول لي ما شاء الله يعني وليد سليمان النتائج بتاعته والاشاعات اللي تمت بتقول ان وليد سليمان بيسير يعني خطوات اكثر من اللي كان منتظر او من المتوقع. ويعني البرنامج التاهيلي قال يعني قال لي احنا شغالين مع وليد سليمان، وهو يعني عنده استعداد شغال ليل ونهار. ان شاء الله وليد سليمان يعني ان شاء الله الفتره القادمه يكون فيها خير لوليد سليمان. ايضا من النقاط المهمه ان قال لي كريم نيدفيد هينزل المران الجماعي وهينضم للفريق ان شاء الله عقب العودة من رحلة كأس العالم لكرة القدم. بإذن الله كريم نيدفيد طمني على كل اللاعبين ان شاء الله النادي الاهلي بدون اصابات ما شاء الله. يعني نقول الفترة القادمة فترة مهمة للنادي الاهلي، وبإذن الله يا امير النادي الاهلي قادر انه يحقق الانتصار على فريق بيراميدز بمشيئة الله ان شاء الله. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل القناة الاهلي واللي كان متواجد معانا على الهواء مباشرة، وطمنا بشكل كبير جدا في الحقيقة عن اخر استعدادات النادي الاهلي لمباراة الغد امام بيراميدز.